أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل هدن مؤقتة ومنفصلة في أماكن محددة من مناطق غزة بعد موافقة كل من حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي، وذلك لإطلاق حملة تطعيم نحو 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال، وتستمر لثلاثة أيام. وكانت المنظمة قد أعلنت الأسبوع الماضي أن طفلا واحدا على الأقل قد أصيب بفيروس شلل الأطفال من النوع الثاني، وهي أول حالة من هذا النوع في المنطقة منذ 25 عاما. الرحمن انولد قبل شهر من الحرب، كان عمره بالحرب شهر. نزحنا من مناطق الشمال على مناطق الجنوب، من مكان لمكان نزحنا نزوح. عبد الرحمن ما خدش حقه في التطعيمات. قبل تقريبا شهرين أو شهر ونص عبد الرحمن وقف مشي وزحف. يعني عبد الرحمن 9 شهور كان يزحف ويتحرك ويمشي بالدراجة ويزحف. الطفل الوحيد ومن حقه يتعالج، من حقه يسافر، من حقه يمارس المشي ويجري ويتحرك زي قبل، من حقه إنه يتعالج العلاج الصح ويسافر ويطلع وياخد حقه بالحياة. يعني حرام يضلوا بالخيمة مرمي، لا علاج ولا اهتمام.